فكره المكالمات اللي بتيجي من دول غريبه زي ما حضرتك اتفضلت وقلت كده، هي دول طبعا ولا حد فينا يعني يعرفها ولا بتشوفها على الخريطه كده من بعيد بالصدفه. طبعا يعني ولا حضرتك ممكن تكون لك اي صله فيها باي شكل اشكال دول في جنوب امريكا في البحر الكاريبي ودول في افريقيا ودول في اسيا صغيره جدا. فطبعا دوت بيخلي الناس تبقى عندها نوع من انواع الفضول اللي ترد. حضرتك الامر هي اللي بيعملوا اللعبه دي ان هو بيحاولوا كمان ان هم يخلوك ترجع ترد المكالمه، علشان لما ترجع ترد المكالمه ده معناه ان انت هتاخد يعني بيلبسك بقى في مكالمه غاليه جدا ممكن تتكلم كتير. ما فكره ان حد يكلمني من لسه حسابات البنكيه ده حقيقه فكره اظن تحت بند الاشاعات والمعلومات الكاذبه والاشاعات الكتيره، علشان هذا الثقه في التطبيقات البنكيه وفي منظومه التعاملات اللا نقديه هي اللي هي مؤمنه تامين كبير جدا. ف هذه التطبيقات حقيقه يعني بيصرف عليها كتير جدا من حيث التطوير، من حيث حمايه البيانات، من حيث التامين السيبراني. بتتعرض هي اساسا كل المنظومه البنكيه عندها ناس متخصصين في الامن السيبراني وبيعملوا نوع من انواع المحاكاه للهجمات السيبرانيه على الحسابات دي، حيث الحسابات مؤمنه تماما. ان احنا النهارده حقيقه الموضوع بتاع المدفوعات اللا نقديه قرب من النسب العالميه حقيقه في مصر. احنا كنا من حوالي من قبل 2016 بنتكلم في 10%، النهارده بنتكلم 45% تعاملات لا نقديه، وده قريب وبتزيد عارف يا دكتور محمد، مش عارف حضرتك هتتفق معايا في الراي ولا لا، احنا عايزين نعمل نشره اخبار في الاعلام. يعني الفكره دي جات لي وانا بكلم حضرتك دلوقتي، نشره اخبار سيبرانيه كل يوم، لان احنا مش ملاحقين على كم الحرب السيبرانيه اللي بتعمل علينا والهاكرز والاشتغالات من هنا ولا من هنا ولا هنا، فمحتاجين توعيه يوميه. تتفق معايا في كده؟ طبعا، لان في الاخر المستهلك او المستهدف هو ممكن يكون بيسمع كلام لاول مره، وفي مستهدف اشخاص اخرين بيسمعوا الكلام. فاحنا لازم نتكلم على الموضوع ده ولازم نقول لهم ان مصر هي بتحقق نجاحات حتى الامن السيبراني. مصر في طبقا لتقرير الاتحاد الدولي للاتصالات وهي احدى جهات الامم المتحده المختصه بتكنولوجيا المعلومات، هي رقم 25 في دول العالم في موضوع الامن السيبراني على 190 دوله. تمام دكتور، احنا عندنا الموضوع الامن السيبراني الحقيقه الدوله المصريه يعني مهتمه بيه جدا، ان هو جزء من حمايه الامن القومي وحمايه البيانات الافراد والمؤسسات والبنوك وقطاعات الاعمال والخدمات الحكوميه. فطبعا حضرتك الموضوع ده يعني مؤمن تامين كبير جدا، والخدمات البنكيه مؤمنه تامين كبير جدا.